معاشر المسلمين، وفي يوم القيامة، في ذلك اليوم يقف الناس ينتظرون الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فما من عبد جرت عليه الأقلام في هذه الحياة إلا سينادى به على رؤوس الخلائق: يا فلان ابن فلان قم للعرض الأكبر على الله. سينادى باسمك أنت، نعم باسمك الذي سميت به في هذه الحياة، وباسم أبيك. يسمع ذلك أهل الموطن جميعا من ملائكة وأنبياء ومرسلين وصالحين وطالحين: اختير اسمك. فلا بد أن تقوم تسير ترتعد فرائصك. حتى تقف بين يدي الله، بين يدي الجبار، بين يدي الكبير، بين يدي الذي أسبغ عليك النعم في هذه الحياة، ولكنك عصيته، تجاوزت حدوده، قرك ستره المرخي عليك. ستقف بين يديه جل وعلا وسيسألك عن الصغير والكبير، سيسألك جل وعلا عن عمرك كله، عن شبابك كله. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، العمر كله، الليل والنهار وسن الشباب، كل الأوقات التي مرت بك سيسألك عنها رب العالمين وهو أعلم. وسيسألك جل وعلا عن شبابك فيما أفنيته، الشباب الذي هو مرحلة السير إلى الله جل وعلا، إذ العبد في قوة، إما أن يسير بتلك القوة إلى الله، وإما أن تتخطفه شياطين الإنس والجن والنزوات والشهوات فيسير إلى غير مولاه. فسيسألك ربك أيها الشاب، والله ستسأل عن شبابك فيما أبليته، وسيسألك ربك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وسيسألك جل وعلا عن علمك ماذا عملت فيه. فإن كان الله جل وعلا قد سبقت لك منه الحسنى، سترك الله عز وجل ووضع عليك كنفه وستره وقررك بذنوبك، ثم يقول جل وعلا وهو الغفور الرحيم وهو الستير، يقول: يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر يوم فعلت كذا؟ فتقول: أي ربي أذكر. فيقول: وأنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم. فتعطى كتاب حسناتك بيمينك، ثم تخرج إلى الناس فرحا مستبشرا مسرورا. والله إنه لفرح لم يسبق أن ذقته في الدنيا ولم يسبق أن ذقته في الآخرة. حينها تفرح فرحا عظيما وتقول: ها أم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. إنه الكتاب الذي ملأته بصلاة الجماعة، إنه الكتاب الذي ملأته بالصدقات والزكوات، إنه الكتاب الذي ملأته بالحسنات والقربات، إنه الكتاب الذي ملأته بالاستغفار والتسبيح والتهليل، إنه الكتاب الذي ملأته ببر الوالدين، إنه الكتاب الذي ملأته بالنوافل من قيام ليل وصلاة ضحى ورواتب وسنن وغيرها. حينها يكشف أمامك فترى ما فيه من الحسنات.